تعيش العديد من الدول الإفريقية توتراتنا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مثيرة للقلق الدولي، فالأوضاع الأمنية المزرية في نيجيريا وحملة التطهير ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى وأزمة الشمال المالي كلها بؤر للتوتر تستدعي إجراءات عاجلة من المنظمات الإقليمية والقارية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي. ضيفنا اليوم في هذا اللقاء الخاص هو محافظ مجلس السلم والأمن الإفريقي السيد إسماعيل شرقي الذي يتواجد حاليا بالجزائر ضمن وفد الوساطة الإفريقية للأزمة في مالي. السيد إسماعيل شرقي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. السيد المحافظ، نبدأ براهن الأحداث المتعلقة بالأزمة في شمال مالي التي ترعى الجزائر حوارها الشامل الذي يعقد لأول مرة بشكل مباشر بين الفرقاء الماليين منذ استعادة الشرعية الدستورية بالبلاد. ما هو المنتظر من هذا الحوار الشامل المباشر بين الفرقاء الماليين؟ هذا لقاء هام سيمكن الحكومة المالية بالحوار المباشر مع الحركات المسلحة في الشمال من أجل حل نتمنى أن يكون سلمي ولكن ذو بعد يعني طويل المدى، حتى لا نرجع كل مرة إلى مثل هذه إلى كل مثل هذه المشاكل و يعني قتل ربما أبرياء سكان عزل وكذلك تهديم ما يمكن أن يتواجد هناك من بنية تحتية أو من منشآت وهي قليلة جدا. هل تم التفكير على مستوى الاتحاد الإفريقي في وضع آلية كفيلة بفرض احترام الاتفاقات التي من المرتقب التوقيع عليها خلال هذا الحوار الشامل؟ أظن هذه من صلاحيات الجزائر كالطرف الذي يقود هذه الجهود، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكل المجموعة الدولية ستدعم هذا المسعى، ومن المهم أن نسرد يعني أو أن نستفيد من اللقاءات السابقة حتى كما تفضلت تكون فيها آلية للمتابعة للطرفين حتى يعني يطبق الاتفاق هذا الذي نتمنى أن يأتي عما قريب في أحسن الظروف ويمكننا حقيقة من الانتقال إلى مرحلة جديدة نوعية بين الطرفين وفي صالح استتباب الأمن والاستقرار في مالي ضمن حدوده المعترفة وباحترام كل الجميع لهذه الحدود. نيجيريا هي بلد إفريقي آخر يعاني من توترات وتدهور في الأوضاع الأمنية، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى مجلس الأمن والسلم الإفريقي لوضع حد لظاهرة الإرهاب المتنامي جدا في هذا البلد؟ طبعا المجموعة الدولية كلها وأساس الأفارقة منزعجين تماما بتفاعل هذه الظاهرة في مالي وتأثيرها على الجهة ككل، يعني لأن الآن تصرفات هؤلاء والإجرام الذي يقومون به يتعدى حدود نيجيريا ويصل إلى الكاميرون ودول أخرى في المنطقة، إضافة إلى ذلك نعرف أن فيه علاقة الآن مشهودة بين بوكو حرام وحركات أخرى إرهابية في المنطقة، وبالتالي هذا يعتبر قلق كبير للكل، والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول المعنية خاصة دول ما يسمى حوض بحيرة تشاد نحن نعمل على بعث أو إرساء قوة إفريقية جهوية حتى يعني نتعامل مع هذه الظاهرة في الوقت الذي يعني على ربما على البعد على المدى المتوسط والبعيد، لأننا نعرف أن ظاهرة الإرهاب تأخذ وقت للتعاطي معها،
ثانيا لتنسيق جهود هذه الدول الأربعة، لكن كذلك تنسيق جهود المجموعة الدولية. ونحن لاحظنا أنه في إقبال كبير من كل المجموعة الدولية حتى تساعد في التطرق لهذا الموضوع. هناك كذلك مقاربة أكبر، لأنه حتى الإرهاب في شرق إفريقيا يضرب بقوة للأسف في هذه الأيام، لأن الشباب وقوات الاتحاد الإفريقي أميسوم تهاجمه وتستعيد المدن تلو الأخرى في الصومال، فهو يحاول أن يرد بالطرق المعروفة الإرهابيين بالغدر وبالتفجيرات وقتل الأبرياء. إذن تقرر في القمة الأخيرة أن نعقد قمة استثنائية لمجلس السلم والأمن، ستكون مخصصة للإرهاب فقط، والخروج بقرارات مهمة تتلائم الوضع في نيجيريا وبوكو حرام في الساحل وفي شرق إفريقيا كذلك. الوضع في إفريقيا الوسطى أيضا لا يقل تدهورا عن نيجيريا، وهناك بعض التقارير تحدثت عن تورط الجيش الحكومي في قتل المسلمين في هذا البلد الإفريقي. هل هناك تحقيقات أو إجراءات يقوم بها مجلس السلم والأمن الإفريقي في هذا الصدد؟ حقيقة الوضع مزري ومؤسف، لأنه المسلمين من 400,000 ساكن الآن لم يبقى إلا العدد القليل، فهذه حقيقة. يعني الحقيقة الثانية أنه من ناحية الإنسانية كذلك، يعني كل الشعب، يعني أكثر من 1,000,000 شخص يحتاج إعانة سريعة. والإجابة على سؤالكم يجب أن نذكر بأنه ما فيش الحقيقة جيش حكومي، كان جيش حكومي سابق ما يسمى بليفاكا، وفيه يعني أخبار تقول بأنه في بعض الأحيان لا يمكن أن تفرق بينهم وبين أنتي بالاكا، هذوما اللي. لكن ما يمكن كذلك أن يساعدنا إلى جانب العمل اليومي اللي تقوم به القوى الإفريقية ميسكا في محاولة تهدئة كل الناس وحماية ما بقي من المسلمين في هذا البلد. هناك جهد كذلك سياسي يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية لكسب القلوب وطمأنة الناس وتحضير تطبيق خريطة الطريق التي ستقودنا إلى الانتخابات وعودة هذا البلد إلى نظام دستوري مقبول. وبالتالي احنا في الاجتماع الأخير في 7 من هذا الشهر في أديس أبابا كنا أخذنا بعض القرارات في تعامل أو مساعدة الحكومة الانتقالية محليا في العاصمة للاتصال بكل الأحزاب وكل الفرقاء حتى يتم تعيين بطريقة ديمقراطية وتمثيلية للكل وفد سيلتئم بالعاصمة الكونغولية برازافيل يوم من 21 إلى 23، حتى يكون هناك نقاش مباشر بين كل الأطراف، وإن شاء الله يكون إمضاء اتفاق توقيف كل العمليات العسكرية بين كل الفرق. بالعودة إلى قمة الاتحاد الإفريقي 23 بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، تم اتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. تم تعيين ممثل أو مبعوث للاتحاد الإفريقي مكلف بالملف الصحراوي. ما هي مهام المنوطة بهذا المبعوث الإفريقي؟ في الحقيقة تم تعيينه قبل القمة، فهو مبعوث لرئيس اللجنة، وكما عندنا مبعوثين على كل بؤر والأزمات في القارة الإفريقية، تفضل مشكور فخامة الرئيس شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق بقبول هذه المهمة، وهي مهمة تتطلع أساسا إلى دفع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإسبانيا كقوة مستعمرة سابقة لها مسؤوليات
لأخذ مسؤولياتهم والدفع بهذا الملف إلى الأمام، لأننا يعني أنتم لاحظتوا أن هذا من أعرق وأقدم القضايا اللي عندها أكثر من 40 سنة، ويجب أن صحيح أن إيجاد حلها هو من المسؤولية الأولى للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي يعني هذا جهدنا موجه إلى مجلس السلم وأعضاء الدائمين أساسا. ومن حق إفريقيا لما تشوف أن هذا الجهد الأممي متعطل أو لا يتقدم بالسرعة المطلوبة أن تحاول كذلك أن تبذل جهد للمساعدة و يعني الاتصال بكل الفرقاء والدفع إلى الأمام بحل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير واختيار مستقبله في بكل حرية وفي باحترام تام للقانون الدولي والشرعية الدولية. كذلك من بين قرارات القمة هو البدء في العمل على وضع قائمة للحركات المسلحة الإرهابية المحظورة في القارة الإفريقية، وكذلك إعداد أو التحذير لإطلاق مذكرة توقيف إفريقية. إلى أي مدى وصلت الأشغال في هذا الصدد؟ الحقيقة هذه خطوتين هامتين، والقرار اتخذ في السابق وهناك تعطلت شوية الأمور، ولكن سندفع بتحقيق هذين الهدفين عما قريب، خاصة ونحن نحضر لهذه القمة الاستثنائية التي ستتكلف أساسا بقضية الإرهاب، فبالتالي تحضير هذه القائمة و مذكرة الإيقاف الإفريقية. مذكرة الإيقاف هذه من يعتبر طلب إفريقي قديم ومهم، يجب أن نعمل على تحقيقهما في أقرب الأجال إن شاء الله. ربما أهم الحركات المسلحة في إفريقيا التي مبدئيا يمكن إدراجها في هذه القائمة المحظورة. والله هي معروفة، لكن هذه الحركات الإرهابية معروفة، ما نحب نعرفه هو قائمة الأسماء، يعني تكون القائمة معروفة لدى كل الدول الإفريقية وكل المعمورة، حتى نحاول تجفيف أولا كل ثراء ما يمكن أن تأتيها من أموال من الخارج أو من أي مناطق أخرى، وكذلك الحد من تحركاتهم في كل القارة الإفريقية وفي مناطق أخرى. وهذه القائمة ستزيد تلاؤما ولم الشمل بين كل الدول للتعامل والتعاطي مع هذه الظاهرة، حيث ستخليهم يتعاملوا يوميا لإضافة كل من يعني تسول له نفسه أن يدخل في مثل هذه التعاملات أو تنحية من يا إما قضى نحبه أو غير رأيه و جنح إلى السلم. على ذكر السلم نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الخاص السيد محافظ مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السيد إسماعيل شرقي، نشكركم على الاستجابة إلى دعوتنا والإجابة على أسئلتنا، نشكركم كذلك مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.